كيف القرشة؟ كيف الطعمة؟ بس تيسخن الحليب معنا ناخد الخل ومنحط تقريبا 3 ملاعق خل، منقلب ومنتركه لحتى يفرط. ها فرط، فرطت اعصابه. نحطيهم احي، بحطهم على جنب لحد ما يبردوا. رح احط عليها قشطه، انا عاده بعد ما خلطتها مزبوط. انا رح اضيف عليها شويه مسكه، على المسكه رح احط نقطه سكر بس شوي لاطحنها، وبطحنها وبضيفهم عليها على البارد يعني. هلا رح احط السكر مع المستكة عليهم ورح اخلطهم. انا رحت لاشتري رقاقات السمبوسك، السنبلة، الكبير، الصغير، ما في ولا نوع. عطيوني الرقاقات تاعو، الرقاقات الجبنة رح اعمل فيهم، بتشوفوا قديش رح يطلعوا مقرمشين وطيبين. اول شي بناخد الشرحات ومنحطها بالوسط هون، وبسكر من هون ومن هون، بتأكد اني سكرت منيح، وباخد هاي وبلفها، فمنلفها هيك بس توصل لهون يعني. انتو قد ما فيكن فيكو تكبروا. انا بعملها سمباتيك، بركي هيك بصير سمباتيك مثلها. حاطه هون طحين ومي، منسكر فيهم بهالطريقه، نحطهم هون هيك، بنكون عم نحضرهم. عم بقليهم بزيت حامي لحتى يتحمروا، بضلني عم قلبهم طول الوقت. ليمون، بكونوا صاروا جاهزين. صحتين.